مشاهدين ودقيقتين من زمن شوط المباراة الأول وفرص دوري وسيرجيو خطيرة ونكاما وخطيرة وكرة تسديدة سليمة على مرمى هدف لسيرجيو وتمريرة خطيرة نكاما وفي راية وتسلم تتمرر عرضية وخطيرة السعودي هدف جابوليو الياباني وتتسدد من النواف وبيلعبها أمامية وداخل محمد عمر وبيسدد عمر الغامدي الى خارج الملعب ضربة مروعة من نواف الى سيرجيو الى نواف لا يا توري لا يد وسامي بيسدد في حالة الصد وخارج الملعب وحلوة شريدة بيد الدعية الخطورة قال ابطال الابطال وخطيرة وهدف التعادل لناكاياما في الدقيقة 17 بيسجل هدف التعادل اذا في هدوء وهذا الجمهور الياباني وهدف لناكاياما هداف الفريق 37 مباراة دولية والشريدة بيقطعها وخطيرة وتسدد والهدف الثاني تاكاهارا بيسجل الهدف الثاني في اقل من دقيقة بيسجل هدف التعادل وتاكاهارا بيضيف الهدف الثاني الهدف الثاني لتاكاهارا في الدقيقة 18 لنادي جابوليو الياباني في ضعف التغطية الدفاعية لخط الدفاع الهلالي وربما لم يكن اليوم خط وسامي ينطلق الان سامي راسي سامي بحطة سامي حلوة بالضيع من سامي الجابر من كرة لعبها من فوق حارس المرمى لكن بتعتلي العارضة الى ضربة مرمى كرة ملعوبة لعبة ذكية من فوق واحد الهلال وسامي بيحصل الكرة من الجناح الايسر وخطأ بيتقدم سيرجيو بيمر سيرجيو وحكم المباراة بيتابع الحقيقة وقد تجدون فرصة للتحليل في استديو التحليلي شوف هذا لمحمد الشلوب والشلوب بيعليها وجميلة وبالراس وتعدي من راس سيرجيو وسامي الجابر الى ضربة مرمى وحاول على الجناح الايمن وربكة في الدفاع وتتمرر سامي معاه اثنين وبموع عليه وبيحاول سامي بمقدم الاول وخطأ لصالح هذا ناظري في ماليزيا وتتسدد وحارس المرمى باليد ومحاولة وبيقطعها وترجع على القوس وتتسدد سليمة وعلى اليمين سامي وداخل 18 وبيسجل وتعتلي العارضة من سامي الى ضربة مرمى ويمر سوزوكي وبيلعبها بينية لناكاياما وعرضية وخطيرة وخارج الملعب وهو معاه الشلوب محمد لوف واثنين وخطأ لصالح جابوليو الياباني خطأ لصالح كوفيتشي اللي رجع للخلف متابعة معاه وخطأ لصالح اوكو وهدف الفوز بإذن الله تعالى جاي وليس للتطمين لأن عالية وبالرأس وخطيرة وتسجل وفي يد زاكي ملعوبة سيرجيو حللوها يا استاذ علي داود حللوها
كرة. بس بطاقة صفراء متعمد وضرب متعمد. وكما ذكرت لحضراتكم سيلارجان الماليزي الان بيضيع المباراة بهذا الشكل. ليس مطلوب هدوء اعصاب وليس مطلوب ان يخلصها الى خارج الملعب، وبيعلن عن حالة تسلل. بيعلن عن حالة تسلل. اذا بيعلن عن عدل ناكاياما في الدقيقة 17 وثاني، وبيمر سامي وتصلح انه ويسدد سيرجيو وتتخلص من تتمرر لسامي مقطوعة وخطأ اذا امامية ملعوبة مقطوعة برا في خطأ لصالح فاف ونواف بيحاول يمر في ضرب للهلال الى نواف. نواف شوت 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 حلوة 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 يا نواف من كرة تسديدة بشبالة على يسار المرمى الياباني تسديدة من نواف بشماله وعلى يسار اليمين، ولطف بمرر لسامي وسامي بحاول يتجاوز وخطأ. طيب بطاقة صفراء ما يعطيه لانه عنده وسامي وتتسدد وفي حائط الصد الى ضربه الزاويه ضربه دور ويلعبها سامي وسامي داخل ومحاوله ضربه جزاء. والله ممكن ان تكون ضربه جزاء الحكم الماليزي يشوف فيه عادة بالبطيء وصالح في حط يديه وراه وبيتكلم مع اللاعبين. شوف عبد الله بيتابع عبد الله برجع خطيرة وبيسدد سليمة 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 على مرمى الهلال سليمة على مرمى ملعوبة باتجاه المرمى وسرعته خطيرة وتسدد وبيرتمي عليها المدافع الياباني وكرة على الجناح احمد بيعليها احمد وفي يد اوزاكي احمد الدوخي بيلعب كرة امامية ملعوبة تضيع بالراس تعدي الى خارج الملعب ضربة مرمى وداخل سامي يلا يا سامي انا محمد النزان وخطأ ضربة مرمى. شوف الصرخات هذه ليوسف السليان خطأ لصالح جبلي الياباني. يوسف ملعوبة على اليمين نواف واثنين ويتحرك عمر يا مانيتشي وهاتوري ويتفرج الماليزي سيلارنجان على مصارعة وليست كرة قدم. راح تسب بيسدد سيرجيو ويسدد في حائط الصد ويتقدم فوجيتا وضرب الزاوية ضربا تناكا ونايا كاما وعرضية خطيرة سليمة الى ضربة مرمى المباراة يبغى لها روح يبغى لها ملعوبة امامية خطيرة تكارة بيلعبها عرضية ومقطوعة من احمد خليل نواف سيرجيو بيعليها سيرجيو وكرة عالية وبيبعدها زكي باليد ويتابعها الدوخي على الجناح الايمن والدوخي بيلعبها على الجناح الايسر وعمر الغامدي وخطيرة والدعيع بيرتمي عليها بشكل صحيح ويلعبها بشمال الى ناكاياما وخطيرة والدعيع بيقطعها الدعيع بصعوبة ومحمد لطف بيخطي وامامية احمد خليل باتجاه سيرجيو وفي يعني بيعتلي عالقف يلا يوسف وجيتا يلا عطنا ضربة جزاء ويوسف بيلعبها وبتمر الى خارج الملعب ضربة مرمى يوسف سامي داخل من العمق وبيحاول اثنيان وبيحاول من الاول وخطا وضرب ضربه حره مباشره وبطاقه صفر في
سيرجيو بيلعبها سيرجيو في حائط الصخري من ناحية اليمين بيعليها وخطيرة. وسامي وداخل وسيرجيو يا الله يا فوجيتا بيهاجم بيهاجم فوجيتا بيلعبها بينية وبيتركوها للدعية بيتركوها للدعية سليمة في السعودية رامية جانبية في اللاعب محمد لطف واقع على الأرض بيتألم من قدمه. إذا أعزائي المشاهدين نهائي كبير وراقي وتحية خاصة لكل مشاهدينا الأيسر ومعاه تناكا بمر سامي وبيسدد وفوق العارضة. حلوة يا سامي حلوة يا سامي والله يومة رئيس نادي الهلال وسامي طبعا تلقى عرض من نوتنغهام فورست وهناك مساعد المدرب واصل من بداية هذه البطولة. شوف سامي مر وسدد كرة قوية وتعتلي العارضة بقليل. كوغوتشي مع النزان ويلعبها عرضية وتتسدد وخارج الملعب الى ضربة الزاوية في راس سامي وبيعدي وبيلعبها فيها